اولاد تسعة كان صعب لانه مسلسل طويل لبناني ومصري ودور توأم ودي كويسة ودي مش عارفة ايه فلا كان صعب، بس برضو اصدقه كانت حلوة جدا. ما توقعتش كل الاصداء دي وخاصة انه برا رمضان. والهيبة كمان يعني في الاول وفي الاخر بص العمل الفنان بيتعب عليه بيوصل للناس. انا من قلبي تعبت في مسلسل الهيبة وعملته من قلبي، لانه اولا انت جاي على عمل بجزء تاني فهو اوريدي ناجح واخد اصدائه، فانت يو هاد تو بوت ان اد على العمل، تكون اد فاليو على العمل. وشخصيه فيها قلبات كتير مركبه مش فلات، فكان فيها دايمنشن كتير فما كانش سهل عليا. فالحمد لله انه الناس حبته، حبت سميه القويه والضعيفه، وبوعدهم باشياء جايه حلوه.